عباد الله، إن أقصر الأوقات انقضاء العمر وإن طال، وأكثر الأشياء تقاربا هو الزمن، فإنه وحي التقضي، فإنه وحي التقضي، أبي الجانب، بطيء الرجوع، تمر فيه الأيام مر السحاب، يغشي الله فيها الليل النهار يطلبه حثيثا. عباد الله، بالأمس عباد الله كانت ألسنتنا تلهج تباشرا بقدوم شهر رمضان، وما هي إلا لحظات مرت مرور الريح المرسلة، فكأن شيئا لم يكن إذا انقضى. وها نحن اليوم تخنق حلوقنا عبرة فراقه، وتسيل على خدودنا دموع تصرمه، فلله ما أصعب فراق الحبيب، فلله ما أصعب فراق الحبيب، وما أحزن القلب وهو يشعر بضيفه الكريم يوثق ركابه آذنا بالرحيل كرها لا حيلة لمحتال في بقائه. أيها المسلمون، لقد عشنا شهرا مباركا مليئا بالسكينة والطمأنينة، شهرا سمت فيه نفوس المؤمنين وارتقت بصيامها وصلاتها وتلاوة كتاب ربها إلى معالي الأنس بالله والقرب منه. ما جعلها تتمنى أن لو كانت السنة كلها رمضان وأنى لها ذلك. إنها ليالي التصفية والتجلية، ليالي طرح هموم الدنيا وعجرها وبجرها. عباد الله، إن شجرة شهر رمضان المثمرة قد تساقط جل أوراقها.